لو الحكاية فيها إن فيديو. وجودي في هذا المؤتمر الخاص بتطوير مهنة التمريض هو واجب وطني، لأنه نقابة التمريض النقيبة كسر محمود شاركت في التحالف الجمهوري منذ سنتين وباسم مهنة التمريض، وإحنا شاركناها في مرحلة كانت بتوضع فيها خطة قومية لتطوير مهنة التمريض، وهذه الخطة القومية تعتبر كنز لصنع القرار، لأنه منظومة التمريض داخل الخدمة الصحية لها أهمية كبرى في مصر. مهنة التمريض أيضا هي أحد المهن اللي يعني دخلت فيها المرأة المصرية مبكرا، وكانت دائما عمرة صعبة بالنسبة لنا، كنا بنصدرها لكل أنحاء الأمة العربية، فإذا كنا جادين في تعظيم وقيمة الإنسانية للبشر في مصر فلازم نهتم مثل هذه المهن اهتمام كبير جدا. أنا بعتقد كمان إنه هي مشاركتها ومساهمتها في التحالف الجمهوري خلال السنتين الماضيتين ثم يعني دخولها في مرتبة الترشيح لمجلس النواب القادم معناها إنه هذه الفئة الاجتماعية حاضرة بالقيادة الطبيعية المنتخبة منها، وإنه هذا في حد ذاته يعتبر متغير، لأنه كلما استدعينا أصحاب المصلحة نفسهم من خلال قيادتهم الطبيعية ليكونوا شركاء في صناعة القرار التشريعي أو مراقبة سياسات الحكومة، هذا معناه إن في تطور ديمقراطي حقيقي في المجتمع المصري، لأنه التطور الديمقراطي معناه إننا نمكن قوى المجتمع من النفاذ لمراكز صنع القرار، وبالتالي فأنا فخورة بإني موجودة معهم في مؤتمرهم اليوم اللي عنوانه مناقشة الخطة القومية لتطوير مهنة التمريض، واللي بتعتبر جزء من ايضا وثيقه الاصلاح الصحي اللي هي المنظومه المكتمله اللي شاركت فيها برضه النقيبه كوثر محمود باسمهم مع نخب الاطباء والعلاج الطبيعي والعاملين بالمستشفيات، وضعوا خطه استراتيجيه مهمه جدا، واعتقد انها كنز ثمين لصنع القرار اينما وجد.